متتبعين بني ملال بعيون الجالية المغربية، اليوم هذا الفيديو عندنا ديال الافتتاح واحد المحل فتح جديد. هو كان عندهم محل يعني معروف هنا في بني ملال، وهو سوبر مارشي حفوض اللي كان كيتباع فيه الحوت، غير حولوا المكان لبلاصة اخرى يعني تقريبا انفاس ليه في نفس الشارع. خلال غنتعرفوا على الادريسة ديال هذا المحل هذا، ونتعرفوا على الاسماك اللي عندهم، وراه عندهم اثمنة مناسبة كما كيديروا مع الكليان. الناس راه كلشي عارف اسماك طرية ديال حفوض. يلا اجيو معنا من خلال هذا الفيديو هذا نتعرفوا على العنوان بعدا ديال السوبر مارشي حفوض الجديد اللي ولا، اللي فيه المواد الغذائية وفيه تا اسماك طرية بحال هذا الشكل هذا، اللي كيتواجد في شارع الحسن الثاني حي الرمز قرب مقهى الورود. يلا ونخليو جواد ينعت لينا المكان احسن. دار المحل القديم محل حفوض النيت، راه معروف على العموم في بني ملال. الطاكسي اللي شديتي يقول لك حفوض يحطك قدام المحل. المحل راه سدينا من تما وهو راه حولناه هنا النيت، راه مقود معاه كاين في الشوكه. الا بديتي غادي هابط المقاطعه ولا بديتي جاي من الورود من الفوق ومن تحت، الا بديتي جاي من حدا ابو بكر، راه مقود مع المحل ديال حفوض النيت الاولاني. مرحبا بالجميع، مرحبا بكم خويا، بارك الله عليك. كده خويا بخير، مرحبا بك، مع الصحة. هي حولنا المحل، كنا لهي حفوض محل قديم، درنا المحل الجديد هنايا. مرحبا بكم الجميع، بارك الله عليك. عندنا الفواجو، قربنا شويه من الانواع اللي كاينين اليوم. كاين كوكروج مليح حي، كاين الروكان، كاين الكوربين، حوت اسفي، حوت راس السوق، كاين الميرناكولا، حيه، كاين الرايه، رايه مريقه، حرشه. اه كاين التريسينتي وكاين الرايه، الرايه دي كاين السيبيا. التريسينتي هي تيكون في هذاك الشكل تكون هي رطبه واحد شويه عيانه حتى في الماكله. هذه الرايه الحرشه ديال الرايه. كاين الميرنا فريتور مليحه، راس السوق، حوت اسفي، كاين الويزي. مرحبا بالجميع، حوت حي، كاين المعزة، كاين الصول، الصول نوار طيب مليح. انا خويا الصول هذا، الصول نوار. كاين واحد الحوت يشبه ليه تاهو كيتباع بحال الصول، كاين الصول بلاج هذاك، كاين عاوتاني بالايا، كاين السانديا، كاين الروبيو المليح، حوت اسفي. الروبيو كاين الغنجة وكاين الروبيو، هذا الطون، هذا البونيت، بونيت هذا حوت مليح. كاين شطون عاوتاني، شطون حي، شطون تبيعوه ب 600 500، اللي بغا شي حاجه تنصابو معاه كليان ديالنا مرحبا بهم. حوت حي كاين شويه الثمن ولكن الحمد لله، الحمد لله تنتعاونوا مع الناس. رايه حيه مليحه. كاين الشرغو، هذا الحداد، هذا هو الحداد، هذا باش كاين الشرغو، الشرغو تقاد علينا. مرحبا، كاين الكروفيت، سلعة مليحة، مرحبا بالجميع، بارك الله عليك. كالامار كاين، كالامار حي. أنا خويا، كالامار مليح. عندنا كولا، مويان هذه مليحة. هذه المحلولة، هذه مسدودة. هو الحوت الحي، حوت اسفي. نعم الفرخ، لا لا قاشو، هيا تحولنا المحل، راه المحل القديم وهذاك حفوض نيت. هيا هيا كنا المحل هي وحولنا لهنا. مرحبا بالجميع. هيا 06 21 76 37 77، فيها الواتساب، فيها كل شيء. مرحبا بكم. السردين كاين، السردين حي جاج. هو السردين المليح، انا اخويا السردين، راس الصوت المليح، تيبري الله يبارك. هذا ديال اسفي، كاع ساعات تخدموا حنا بحوت اسفي صويره، حوت الصحراء ما تنديروهش. لا حوت حي، كاع ما تخاف عليه. نعم خويا، هذا بواجو، بواجو رويال، بواجو رويال، حوت الصناره هذا. هذا ديال صويرة، هذا موكادو، حوت حي. عبر السيد، عبر ليه. شوبه 25، انا ديال السردين 30 لا شوبه. شحال ديال السردين؟ 80. هذا سميث،
30 كيلو. كيلو عبد الله عبد الله معليش معليش. نعم نعم اخت شطون مرحبا. لا دي البوطة السي بي تيقولوا لها كيف تقول لها السي بي وكيف تقول لها البوطة هي راه البوطة السي بي هي الاخرى دايره بحال الكالامر تتبان الكالامر واحد شويه تكون بيضاء. هذه البوطة هذه ماشي السي بي هذه هي البوطة هذه دايره 60 درهم 55 50 داكش على حسب السوق السلعة تطلعو تا تنزل مزاكياش هي شويه فهاد رمضان هذا السلعة طالعة واحد شويه في الفطر الحمد لله راه تكون السلعة مناسبة ثمن مناسب. اشنو هنا شحال عند السيدة؟ السلام عليكم مرحبا بكم اسيدي. احنا المحل ديال الحفوظ هنايا درنا الحوت ودرنا الهري درنا حيدناه من الجهه الاخرى ان شاء الله تما غنديروا قهوه وهنا درنا الحوت ودرنا الهري داكشي مواد عطريه داكشي الطحين كلشي كاين. اللي بغى يطحن شي حاجه مرحبا به راه الطحين تنديروه هنا فابور اللي بغى المهم ديك كيلو حفوظ اي سيدي راه السوبر مارشي حيدنا من اليوم حولنا غير انا غير شانطي من لافاس الاخرى لهاد الفاس اي سيدي راه تنديروا الحوت راه رمضان ان شاء الله راه كل نهار وثلاث وليام ديال العام كامل ثلاث الجمعه ليام ثلاث الجمعه وحنا تنديروا ان شاء الله تنديروا اسود تنديروا الصويره راه معروفين بها من شحال هادي راه تقريبا من 1999 فاش درنا الحوت و1994 كنا درنا سوبر مارشي راه تقريبا اول سوبر مارشي تقريبا في بلي ملال ديال الحوت اي كانت غير الخضيره وحنايا هما الاولين. ممكن تقول التليفون ديالك اللي بغيت يتواصل معاك؟ مرحبا سيدي 06 64 22 27 87 الاسم ديالي بدر. مرحبا سيدي تبارك الله عليك.